مرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل. مواصفات هذا العود عندنا الوجه من السيدر الغامق، طبعا أن يكون واضح معكم. المضرب عندنا مزخرف بالصدف الأبيض. الظهر عندنا من الوينجي بالإضافة للزند والمنجق بالكامل. هذا هو العود، النظرة كاملة عليه. المسطرة من الأبانوس درجة أولى، المفاتيح من السيسن درجة أولى، الأوتار عندنا من الأكويلا الحمراء. قياسات هذا العود عندنا العرض 36.5، العمق 19، طول الزن 19.5، عرض العظمة 3.9. قبل أن نبدأ نختبر العود مختلف مساحات صوتية مثل ما تعودنا دائما. نبدأ. Thank you.
في كل المساحات الصوتية. نجي للاختبار الأخير وهو العسل فينجر بورد كامل. نهاية بالتوفيق والقاكم على خير. إلى اللقاء.